الخالدة فتحية الإسلام السلام، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية في يومنا الثاني وضمن مهرجان المرموم 2015 بفئة الحجايج، وشوط آخر يجدد روح القوة والنشاط لدى الأخوة ملاك هذه الهجن وملاك هذه الشعارات مع الأربعة كيلومترات التي نتابع فيها التحدي، نتابع فيها المسير، علما بأن الجائزة سيارة للفائز بالمركز الأول ومن الثاني وحتى المركز العاشر، جوائز نقدية قيمة رصدت لكل الفائزين. على البركة نبدأ المشوار ونبدأ بفرز النتيجة ونتابع الصدارة. مشكورة منصور بن محمد بن حمد العامري من يقدم له منصورة بأول المراكز، تليها على المركز الثاني ضرغامة محمد بن سعيد بن هويمل العامري يتقدم بالمركز الثاني، والمركز الثالث الوثبة علي بن راهد بن مفتاح الشامسي أيضا لاعب دور بطولي ورئيسي في هذا المهرجان من الأمس، وهو ينافس على دائرة الصراع على القمة. المتابعة من المركز الرابع تأتينا اللي هي مزون علي بن زيد بن علي الشراب، هو من يتقدم بالمركز الرابع، والمركز الخامس الغدوم من شرقة خليفة بن حمد المبارك المهيري من يقدم لنا شرقة. المركز السادس، المركز السادس تقترب في هذه اللحظات الغزية سلبان بن محمد العجمي، والمركز السابع، المركز السابع الوصول من دانات سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي. أما المركز التاسع تقترب الفائزة علي بن سعيد بن ناصر المنهالي، والمركز العاشر، المركز العاشر الجار الله بن محمد بن عقيل المري. هذه النتيجة مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء للعشرة المراكز الأولى، وفي أسماء قادمة أيضا بشعارات قوية صالت وجالت في الميادين الرئيسية تشاركنا في هذه الفرحة، ونحن أيضا نتابع التغيير الذي طرى وجرى على المقدمة. يا سلوم يا سلوم يا سلوم يا راعي مطيل، أخذ الأول، ياخذ الأول عن الأول غصب، يتقدم مع شرقة، شرقة الناموس وشرقة الإبداع. هي من تتقدم إلى المركز الأول، وخليفة بن حمد بن مبارك المهيري من يعلن وجوده على المركز الأول ويسجل حضوره بالمركز الأول. أما المتابعة من المركز الثاني الوثبة علي بن راشد بن مفتاح الشامسي يتقدم بالمركز الثاني، الهجوم المتواصل من المركز الثالث مزون علي بن زيد بن علي الشراب المري يقدم لنا جديدة في عالم الجديد. المركز الرابع تقترب مشكورة منصور بن محمد بن حمد العامري يتقدم بالمركز الرابع، والمركز الخامس، المركز الخامس فهنا أيضا دانات، دانات هذه غزر، غزر من دانات أيضا تتقدم، تتقدم بشعر سالم بن محمد بن دري الفلاحي من يتقدم، ولكن التغيير، التغيير أوتوماتيكي، التغيير بدأ في الكيلو المتر الأخير. يا سلام، بدأ الهجوم من غزل، غزل وتغازل راجح بن محمد بن طالب بن عقيل. يا سلام، هاجم هجمة لا تنصد ولا تنرد عن السيارة وعن ناموس هذا الشوط. تابع يلي بتابع بالنابت، بالنابت يلا يا المهيري، يلا يا المهيري. الجماعة، الجماعة بدوا بالهجوم، الجماعة بدوا بالهجوم، ولكن المهيري مستعد، مستعد لهذا المهرجان. يغادر هني، تغادر، تغادر اللي هي الغزل، غزل تغازل الأبكار، تغازل، ولكن بدت الإدارة. المركز الثالث، المركز الثالث هي هي الأمان وسالم بن دقاش بن محمد العامري يأتينا بالمركز الثالث، والمركز الرابع الوثبة علي بن راهد بن مفتاح الشامسي، والمركز الخامس فهنا أيضا مياسة سعيد بن صالح بن علي الليامي، والمركز السادس الكورة محمد بن سعيد المنهالي. هذه النتيجة، ولكننا نعود، نعود إلى شرقة. يا شرقة الناموس، يا شرقة المهيري، يا شرقة الزعفران، أنت في مكان الأمان، أنت في مكان الرحمن. روحي أيتها الشرقة، روحي إلى الناموس. سلام عيناوي، سلام عيناوي، سلام، سلام عيناوي، سلام للسيد خليفة بن حمد بن مبارك المهيري المركز الثاني، هيلمان سالم بن دقائف بن محمد العامري المركز الثالث، الوثبة علي بن راهد بن مفتاح الشامسي المركز الرابع، المركز الرابع الكورة محمد بن سعيد المنهالي، والمركز الخامس فهنا الوصول من غزل راجح بن محمد بن طالب بن عقيل بن نابت المري. هذه النتيجة مشاهدين الكرام،
متابعينا الأعزاء للخمس المراكز الأولى، وشاهدنا شرقة وهي تتشرق بهذا الناموس، وست دقائق ثلاث ثواني وفاء وكمالا وتماما. تهانينا أو الناموس الخليفة بن حمد بن مبارك المهيري. أما اللي وصلتنا بالمركز الثاني هي لمان السالم بن دقاب محمد العامري. التوقيت الزمني الذي تحقق مع هيلمان بالمركز الثاني بالتأكيد ست دقائق ثانيتين وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا أو الناموس ست دقائق ثلاث ثواني وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث الوثبة العلي بن راهد المفتاح الشامسي. التوقيت الزمني الذي تحقق مع الأربعة كيلو مترات بالتأكيد ست دقائق أربع ثواني وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم.